إيش حالكم يا حلوات؟ اليوم بشارككم مجموعتي من المات ليكويد ليبستيكس أو الأرواج السائلة المطفية. هذه كل الأرواج اللي موجودة عندي حالياً، أتوقع أن هذه كلها في أنواع ثانية جربتها، تخلصت منها أو وزعتها، فهذا بس اللي موجود عندي. أعرف الكمية مو بسيطة، بس تعرفون أنا بيوتي بلوجر، يعني لازم أجرب كل شيء. في نوعية ما جربتها اللي هي أرواج كايلي، بعدني ما جربتها لأن تعرفون زحمة الطلبات عليها بسرعة تكون سولد أوت من الموقع، وبصراحة ما أبغى أخذها من التاجرات بسعر مضاعف، فتغير شوي تخف الزحمة على الأوردرات وبطلب لي إن شاء الله منها. في هالفيديو براويكم الأرواج شو اللي ناسبني وشو اللي ما ناسبني والأسباب، مع ذكر الأسباب لكل نوع. بس بشكل عام أنا ما أحب وايد الأرواج المطفية السائلة لأنها تجفف الشفايف، وأنا طبيعتي أحب الأرواج الساتن فينش اللي فيها ترطيب بسيط، يعني أفضلها أكثر. فما مشيت وايد ويا هبة الأرواج السائلة، بس تعرفون من حوالي سنة أو أكثر كل حد قام يستخدمهم، فجربت أغلب الأنواع اللي موجودة في السوق عندنا. في اشياء صراحة حبيتها وفي اشياء ندمت اني اشتريتها، فباختصار تعالوا اراويكم اياها. اول مجموعة روج اديشن فيلفت من بورجوا، كانت عندي الوان اكثر بس حاليا هالثلاث الوان الموجودة عندي واستخدمها. هاي الالوان او هاي الارواج شوي تجفف الشفايف، لكنها زينة، ثباتها زين، مع الاكل والشرب ممكن شوي تخف، يعني احسبها كبداية زينة. اذا انتي ما تحبين تستخدمين الارواج المطفية وايد، هاي ممكن تناسبك، لكن فيها عيب، ريحتها وايد قوية، فيها ريحة مثل ريحة الصبغ، ريحة غريبة، ما اعرف كيف اوصفها بالضبط. اللي مجربة ارواج بورجوا بتعرف هذه الريحة، شوي منفرة، صح يتخف عقب دقايق من يبدأ يجف الروج، لكن قلت اقولكم على هالنقطة، اعرف في بعض الحلوات ما يحبون هالشي، وخذتهم من ستاند بورجوا. Dose of Colors طلبت هالروج من تاجر من الانستغرام، اسم الدرجة بيري مي. قلت كبداية اجرب درجة واحدة واشوف، ما حبيت هالروج، حسيت بوايد يجفف الشفايف، حتى لو استخدم تحت لبان بعد يجفف الشفايف بطريقة بشعة، يتراكم على الشفايف، ابدا ما ناسبني. ارواج ملتد من تو فيست، هذه وايد حبيتها. انا اتكلم عنهم اللي هم المات، في منهم جلوسي فينش ما جربتهم هذه، لا هذه اللي حلوين، ثابتين على الشفايف، ما يتحركون، لكن ما يجففون. هالحلو فيهم انهم ما يجففون شفايف، طبعا يخفون شوي مع الاكل والشرب، والحلو بعد انه ما يسوون هالعلامة اللي هي من داخل الشفايف، انه من يروح الروج احيانا تلاحظين انه داخل الشفايف يستوي اللون افتح او يختفي تماما، ملتد ما يسوون هاي الحركة، من شي حبيتهم. طبعا تشوفون عندي صغار، هذي اللي كانوا في كولكشن الهوليدي، وهذي الحجم العادي، في وايد عندهم درجات في ستاند تو فيست. ومن غيرلاتك بيوتي جرب درجة ستيلا، ما حبيت هذا الروج لانه وايد بعد يجفف الشفايف، وفي نفس الوقت يتراكم على الشفايف، سواء حطيت منه طبقة او طبقتين، اول ما احطه يخلي الشفايف وايد تلصق في بعض، ما حبيت هالشيء، ومن ينشف يتكتل في اماكن، ما عيبني صراحة، وهذا كنت طالبت منه من تاجرة على الانستغرام. من سيفورا كريم ليب ساتن، هذا وايد انشهر هالروج في سيفورا، كل البنات كانوا يستخدمونه، وحيد انه كان عندي كم من درجة منه بس اختفى، وانا ادور في ارواجي ما حصلت باقي الدرجات، زين سلمت على درجة واحدة. على العموم هاي الارواج اللي هي مالت سيفورا من سيفورا كوليكشن وايد حلوة، صح انها ثابتة لكن ما تجفف الشفايف، طبعا ما ترطبها لانها مات ليبستيكس، بس حلوة، ثباتها وايد زين، مع الاكل والشرب يخفون بس بعدها زينة، ما تسوي هاي الفرق داخل الشفايف يعني يوم تاكلين. وعيبتني في منها درجات وايدة، هاي الدرجة رقمها 30. ودامنا نتكلم عن سيفورا، فاللي هو روج انفيوجن، هاي المجموعة بعد من سيفورا، هذه ما حبيتها لان تركيبة الارواج نفسها وايد سائلة، مثل الماي من تحطينه على الشفايف تسيح في كل مكان وتنشف، وبعد يوم تنشف تجفف، وايد تجفف الشفايف،
صح انها هي ثابتة بس لاحظت ان مع الاستخدام اتجفف الشفايف وهالشيء ما عجبني فيها. اما من كولر بوب فجربت تركيبتين، القديمة اللي هي الترا ماك والجديد الالترا ساتن، كلهم طالبتنهم من تاجرات الانستغرام. الالترا مات في البداية كانوا اوكي بالنسبة لي، بس مع الاستخدام المستمر قمت الاحظ فيهم مشكلة انهم يتكتلون، وايد يتكتلون وبعد يتجففون، ما حبيت هالشي فيهم. لكن يوم جربت الالترا ساتن تحسنت التركيبة شوية، بعدها شوية تجفف بس وايد احسن من تركيبة المات. الساتن ما تتكتل الشفايف وثابتة، فاذا بتجربون الكولر بوب الليكويد انصحكم بالساتن. من ماكس فاكتور جربت هذا، عيون الاثنين ويا بعض، الليكويد ليبستيك والمرطب اللي تحطينه فوقه. اذا تستخدمين الليكويد ليبستيك ديزاستر، ما انصحكم لانه وايد ينشف الشفايف. لكن اذا تحطين فوقه المرطب فهو اوكي، تعيدين المرطب كل ساعه ساعتين تقريبا امورك سليمه، ولو تاكلين لو تشربين بعد يتم ثابت. لكن عيبه بعد انه يوم تخوزينه وايد صعب انه يخوز، تحتاجين زيت او مزيل ميك اب تركيبة زيتية يلا يخوز، فهاللي ما عيبني فيه. بس من ماكس فاكتور موجود في سنتر بوينت. من انستازيا بيفرلي هيلز جربت لون واحد اللي هو داستي روز، ما اعرف ليش ما جربت الوان ثانية، يمكن لان كل ما سي سي فورا مخلصات هذيلة. حلوة تركيبة انستازيا، عيبتني ثباتها وايد حلو، ما تتكتل، اهم شيء عندنا ما تتكتل. تجفف الشفايف بس شوية، لاحظت اذا احط تحتها ليب بام ما تجفف الشفايف وايد، وعادي تومين تخوزينها بسهولة. انستازيا بيفرلي هيلز موجودة في سي فورا. من أرماني الليكويد ليبستيكس هذيلا وايد أحبهم لأن تركيبتهم ساتن مو مات فينش، يعني ما يجففون الشفايف لكن ثابتين، بس إذا كلتي أو شربتي يمكن شوي يخفون. عيبهم الوحيد إنه ما عندهم درجات وايدة، درجاتهم قليلة وموجودة في ستاندات أرماني. من كيكو دبل تاتش صوب الليكويد ليبستيك وصوب المرطب اللي تحطينه من فوقه، هذيلا ما حبيتهم. اولا يجففون، وايد يجففون الشفايف، ويوم تاكلين احس انهم يسوون هاي الحركه اللي هي مو بحلوه، انه يخزون تماما من داخل الشفايف وعلى الاطراف يتمون ثابتين. وحتى يوم استخدمهم مع المرطب مالهم بعدهم يجففون الشفايف، ما عيبوني. هذيلا انا شاريتهم من محل كيكو في اوروبا. من كات فون دي جربت بس لوليتا، لوليتا 1، ما جربت لوليتا 2 ولا جربت الوان ثانيه. حلو شوي يجفف الشفايف لكن مع الليب بام يكون زين، ثباته وايد حلو، تاكلين تشربين بعد ثابت. وكات فون دي موجوده هاي الماركه في سيفورا. اما من نوبا جربت بعد لون واحد، تلاحظون انا وايد احب هاي الدرجات، اللي تابعني من فترة يعرفون اني احب النود والدستي روز، هاي الالوان انا وايد تناسبني واحبها. هذا من نوبا عيبني، ما يجفف وايد الشفايف، شوي يعني يجففها. اللون وايد حلو، يتم ثابت مع الاكل والشرب ممكن شوي يخف. وماركة نوبا موجودة في سنتر بوينت، ناوي ان شاء الله ارجع اخذ الوان زيادة منها. واخر شيء ماركتي المفضلة لايم كرايم، عندي مجموعة كبيرة، اغلب الدرجات موجودة عندي لان فعلا احبها هاي الارواج. ريحتها وايد حلوة مثل الكب كيك، تتوزع بسهولة، تتم على الشفايف، ما تجفف. والالوان عندهم الوان حلوة متنوعة، انا الوانهم تعيبني، ما احب طبعا الالوان الغامجة وايد، الاسود والازرق هذي لا ما احطهم انا. اعرف ان وايدين ما يحبون ماركة لايم كرايم عشان المشاكل اللي عندهم وشي، بس انا عادة اطلبهم من تاجرات الانستغرام ويعيبوني. ان شاء الله تكونون استفدتوا يا حلوات من هالفيديو، او سوري اذا كان الفيديو شوي طويل، بس ان حبيت اشارككم مجموعتي. اذا عندكم اقتراحات اشياء ثانية حابين اشارككم اياها بليز اكتبوا لي اياها في الكومنت تحت، ولا تنسون السبسكرايب عشان يوصلكم اي فيديو انا انزله على قناتي. مع السلامة.